بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حل المثلث القائم الزاوية. حل المثلث اللي هو إيجاد الزوايا والأضلاع المفقودة. طبعا نحن عارفين إنه جاء الزاوية، جاء الزاوية مثلا ألف يساوي اللي هو المقابل على الوتر، والجتا زاوية ألف يساوي المجاور على الوتر، والضعف الزاوية ألف اللي هو يساوي المقابل على المجاور. طيب حل المثلث زي ما قلنا إيجاد الزوايا. طيب بالنسبة للزوايا عندنا هنا الزاوية 90 وواحد وهذه 41، كم قياس زاوية ألف؟ زاوية ألف اللي هي كل مجموعة زاوية طبعا 180 درجة، زي نقول قياس زاوية ألف، زاوية ألف يساوي اللي هو 180 اطرح منها 41 زائد 90 أو 90 زائد 41. طيب يساوي اللي هو يساوي 49. طبعا كان ممكن من الأول بما إنه في زاوية قائمة، إذا معناه الزاوية الثانية هتكون زاوية باء وزاوية ألف هتكون متتامتان مجموع 90، فممكن عادي كان من الأول نقوم نقول 90 طرح 41. الطرح بيتم اللي هو 0 ناقص 1 ما يصلح، نستلف من 9 تبقى 10، 10 ناقص 1 9، 8 ناقص 4 اللي هي 4، إذا اللي هي 49. هذا قياس الزاوية. طيب عايزين عندنا الوتر غير موجود وعندنا الضلع هذا غير موجود. طيب لو أخذنا جاء الزاوية 41، جاء الزاوية 41 القانون يساوي المقابل، المقابل للزاوية 41 المقابل اللي هو كم؟ 6، 6 على الوتر اللي هو جيم شرطة. طيب هنا المقام هيكون 1، نضرب مقص، نضرب 1 في 6 وجيم في هذا، إذا هيكون جيم في جاء 41 يساوي 1 في 6. إذا الجيم تساوي 6 على جاء 41، كده نكون وجدنا الجيم. طبعا باستخدام الآلة الحاسبة نوجد قيمة جاء زاوية جيم اللي هي 6 قسمة جاء زاوية اللي هي 41 تقريبا هو 9.9 اللي هي 1.14 بالإنجليزي، طبعا تكون هي 9.14. نكتب رقمين بعدها تقريبا نقول. طيب هذه اللي هي الجيم شرطة، وعندنا هنا وجدنا تمام. الباقي عندنا لو أخذنا مثلا الجتا هنوجد قيمة الألف شرطة، فهنقول جتا الزاوية 41 القانون حقها اللي هو يساوي المجاور من 41 مجاورها ألف شرطة على الوتر اللي هو جيم شرطة. جيم شرطة موجود عندنا اللي هو 9.14 تقريبا، نقول على 1، إذا 1 في هذه تطلع ألف شرطة تساوي 9.41 ضرب جتا 41. طبعا باستخدام الآلة الحاسبة أيضا يطلع معانا قيمة الألف شرطة اللي هو 9 في جتا 41 تقريبا يساوي 6.9. عندنا طبعا هو أعطانا 3 عناصر وجدنا 3 عناصر، عندنا أعطانا كان 41 وأعطانا 90 والستة، إحنا وجدنا الجيم شرطة والألف شرطة ووجدنا قيمة الألف. طيب سؤال آخر يقول
عندنا هذه المثلث قائم الزاوية أيضا، هذه الزاوية 35 درجة، فعايزين نوجد قياس الباء. زاوية باء تساوي اللي هي 90 ناقص 35، اللي هي تساوي 55. 55 درجة، هذه اللي هي زاوية الباء. طيب أوجدنا هذه العنصر الأول. العنصر الثاني طبعا هنا الباء هيكون مقابلها اللي هو باء شرطة، هذه الألف هيكون هنا ألف شرطة. فإذا لو أخذنا بالنسبة للزاوية 35 اللي هي جاء الزاوية 35، جاء الزاوية 35 اللي هو يساوي المقابل اللي هو ألف شرطة على الوتر اللي هو 7. نعمل زي ما قلنا، نقص نضرب ده في ده كده ونضرب هذا في بعض. إذا هيكون 1 ضرب ألف شرطة تساوي 7 في جاء 35. إذا ألف شرطة تساوي بالآلة أيضا نضرب 7 ضرب. طبعا في الآلة الحاسبة لدينا 3 عناصر أساسية، هي إنه تلقاهم جنب بعض، طبعا تلقاهم كده ساين، هذه الأولى، الثانية كوساين، الثالثة تان، تلقاهم جنب بعض. فهذه حقة الجا، وهذه حقة الجثة، وهذه اللي هو الله. فإذا لو عايز الجا تضغط على هذه، وإذا عايز الجثة تضغط على الكوساين. طيب 7 ضرب جا اللي هي بتكون موجودة بهذه الطريقة، شو هذه جا جتا تا، بين 7 جا الزاوية 35 اللي هو يساوي 4 4.01. طيب نكتب أول رقمين بس بعد الباشرة تقريب طبعا. فهذه قيمة الألف شرط. وإذا أخذنا الجتا، جتا الزاوية 35 هيساوي الجتا اللي هو المجاور، مجاور هذا اللي هو باء شرطة على الوتر اللي هو 7. إذا نعمل كده ونضرب نقص، إذا هيكون باء شرطة يساوي 7 في جتا، 7 مضروبة في جتا 35. إذا باء شرطة تساوي 7 في جتا 35 يساوي اللي هو 5.73. كده وجدنا 3 عناصر، 1 2 3. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا. ولا ننسى زي ما قلنا هذا تلقاه، قلنا في الآلة الحاسبة تلقى هذه مكتوبة بهذه الطريقة اس ان، هذه والثانية اللي هي سي او اس اللي هي، والثالثة اللي هي تان، تلقاهم جنب بعض. فهذه الأولى هي حقت الجا جي بالزاوية، وهذه حقت جيت الزاوية، وهذه حقت با الزاوية. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا.